أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي حرصهما على الحفاظ على أندية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العامة لما لها من تاريخ واسم مميز، وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والحرص أيضا على تطويرها واستغلال كل الطاقات والأصول المتاحة لتعظيم العوائد المحققة. جاء ذلك خلال لقاء بمقر شركة غزل المحلة للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك، خاصة في تحسين أداء أندية الشركات التابعة للوزارة سواء على مستوى النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي بتقديم خدمات متميزة للأعضاء.